السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، يا رب تكونوا جميعا بخير وعافية. بعتذر الأيام دي صراحة ما بقدر أنزل فيديوهات كتير، فأعذرونا. وكان وعدتكم بعدد من الفيديوهات إن شاء الله حنزلها عن قريب جدا إن شاء الله. اليوم حبيت أشارككم إفطارنا لليوم وبعض الفعاليات، ونشوف إن شاء الله عملنا شنو. في البداية عملت تاكو، جهزت وضعت قليل من الزيت ووضعت البصل عليه، اللحمة المفرومة بجد هو جميل جدا جدا وبيغنيك عن السمبوسة، يعني ما ضروري تعملها كل يوم. فيلا هنا تحرصي انه اللحمة ما يكون فيها يعني موية كثيرة، حتى انه بعدين يجيكي جميل كده ومقرمش. هنا وضعت بهارات التاكو، هضع لكم ان شاء الله في صندوق الوصف حتى يعني ما نطول زمن الفيديو. انا كان جمعتها اصلا وضعتها في علبة، وممكن تشتروها جاهزة يعني حسب المتوفر عندكم. هنا وضعت 3 ملاعق من الصلصة، ممكن تضيفي نصف كوب او نصف كوب من صلصة الطماطم. تمام، هنا خلاص بديت اجهز السلطة اللي هنعملها معاها. طبعا تكون طماطم وفلفل اخضر وبصل، وتكون في كزبرة. صراحة انا الكزبرة منتهية عندي فما عملتها، ويكون عندك ليمون. نخلطهم كلهم كده مع بعض، ونضيف الملح ونضيف عصير الليمون. طبعا الطماطم دي يا جماعة احنا زارعينها في البيت، واليوم يعني كملنا بقية الحصاد، حوريكم ان شاء الله بقية الحاجات اللي عملناها. طيب بالنسبة لي رقائق او خبز التاكو، انا صراحة اشتريته جاهز يعني ما عملته في البيت. بيكون فيه زي 12 قطعة، صراحة مريح يعني جدا جدا، واذا انت يعني مشجع ممكن تعمليه في البيت. تمام، فيلا بيجي رقائق زي ما قلت لكم 12 قطعة، بتفصليهم عن بعض وتضعيهم في الميكرويف. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بطاطسنا. دي أول تجربة نحن نقوم بها في حصاد البطاطس حقنا. يعني خاصة شيء تكون منافعة؟ خلاص كده، ما الأحجام احجام البطاطس متباينه، لانه احنا ما زرعناه في الوقت اللي ما كنا عارفين الوقت المناسب حقه، لكن الان نحن دي بتبقي اللي زرعناه ما قامت. ما شاء الله تبارك الله. كده ده حصادنا من البطاطس، اللهم بارك. تشجيع كتير لأبو محمد ولايكات. يلا هنا هعمل إن شاء الله محشي. غايت أنا بالنسبة لي صراحة بحب أكتر حاجة في المحشي الفلفل الأخضر، يعني أو الفلفلية، فما عارفة ترايكم شنو، اكتبوا لي تحت في الكومنتات بتحبوا شنو في المحشي. هعمل كوسة وهعمل معها بس فلفل حتى يدوه يعني يديها كده نكهة. تمام، يلا بالنسبة لي الحشوة عملتها كان يعني الرز والباقي اللحمة المفرومة، وهنا عملنا بطاطس كان، وهنا تحلية كانت أم علي. بس بالنسبة للحمة المحشي صراحة أكتر حاجة بحبها فيه اللي هو القرفة، يعني المحشي بدون قرفة بحس إنه ما جاي. المهم، فيلا هنا دي البليلة بنسميها في السودان هي بليلة الكبكبة، كنت فرزناها فطلعتها حاجة علشان تفيك شوية، و يعني بفرزينا كميات صغيرة صغيرة حتى إنه ما كل يوم يعني الواحد يعمل حلة البليلة. فبعد كده بجي أفكها وبضع عليها كوباية واحدة من الموية، وبعد تسخن بضيف عليها البهارات، كزبرة، المهم حسب متوفر عندك كمون. وهنا عملت كب كيك كده على السريع، إن شاء الله حشارككم مرة تانية فيديو يعني كامل كده عن الكب كيك، هشوف الطريقة. ودي كده كانت خلاص يعني سفرتنا جاهزة اللي هي عملنا فيها أم علي الشيبس، صينية المحشي، وطبعا هناك أهم حاجة وأحلى حاجة اللي هي العصيدة الملاحة التقلية موجودة عندنا في القناة. فعلشان كده يعني ما شاركتكم طريقة الإعداد، حطوا لكم إن شاء الله الروابط تحت في الوصف. وبالنسبة لي العصائر كانت أبري أبيض وبرتقال. يلا أنا هنا صراحة بس أضفت لكم الفيديو لأنه الشاهين عاملين عروض جميلة جدا جدا وتخفيضات،
وصراحه الصاج حقي حق الكهرباء خرب، بس ما لقى يخرب الا في ايام رمضان. المهم فمشيت جبت لي صاج ثاني واحد عشان القراص طبعا صراحه يعني افضل واسهل بالصاج الكهرباء. زي ما شايفين هنا الاسعار جميله جدا جدا، والماركه دي صراحه هي كانها يعني انا ما اعرف هي مصنوعه وين، لكن دي اس بي ماركه بجد رهيبه شديد. يمكن شاهين كلها يمكن الماركه دي، فانا جبت برضو الصاج ده من نفس الماركه اللي هي دي اس بي. برضو لو تذكروا قبل كم يوم شريتكم بالمطحن حقت البهارات اللي هي كان برضو من نفس الماركة. فيلا الصاج ده جميل فيه انه يعني اول حاجة سعره مناسب ب 110 ريال و 30 سنتي. جميل جدا صراحة العرض حقه بديكي وسع. وده كان الفيديو، وده كده كان الفيديو اليوم، حاضف لكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا رمضان كريم ورمضان مبارك وكل التسميات والحياه اللي قاعد تقولوها والادب تلف اللغات والبلدان واللهجات واي حاجه. الحمد لله رب العالمين مع مجتمعنا ونعم ونفطر، فاخترنا غير ناكل اكل ماليزي فنوريكم الاكل الماليزي. طيب نبدا اول حاجه زي ما شايفين في هنا زي طعمه زي الشيبس كويس، حرفيا شيبس يعني. بعدين نشيل المعلقه عشان اوريكم في هنا الصوص بتاع الشيلي كويس، طعمه عالي وفي نفس اللحظه شويه فيها تشطه والرز كويس. ومن هنا في شويه ملح، ملح حقهم اللي هو اخترنا ملح سمك وملح دجاج تمام. ودي هنا السلطه. الحاجه اللي عجباني صراحه هنا بالسلطه دي انه خس مسلوق كويس، مسلوق معه شويه فلفل معه شويه جزر مبشور، لكن طعم غير صراحه، طعم غير الخس العادي كويس. وبعد ذاك الدجاج المقلي كويس، هنا الناس دي بتاكل زي غيره كويس. وبعدين مشطه ممكن هنا مشطه. وبعد ذاك هو ده الوجبة حقتنا للليلة، الوجبة حقتنا أول بعد ذاك المشروبات زي ما شايفين. ده تكاريك اللي هو بيتعمل من الشاي حليب مكثف كويس، ومعه شاي بيكون تقيل بيكون مركز الشاي. أما بعد ذاك في الايس لمنتي، بنشم ده الايس لمنتي. طبعا نحن ما متعودين نشرب شاي بارد، لكن هنا قاعد تشوف شاي بارد عادي بالعس قاعد يحبوه بيشربوه زي المويه اللي هو الشاي حار. بحطه شاي حار بعدين بحطه تلج بعد ذاك بعدين ليمون صلى الله بارك طعم نص الكفايه شويه مويه نحلل بها يعني. وده فطورنا لليوم. طبعا الساعه كم؟ الساعه كم؟ باقي 8 دقائق. طبعا باقي 8 دقائق الفطور. فال 8 دقائق دي مرات بتكون حاسبه حساب صح؟ عدت تنازلي. لا واضح التعب، واضح التعب، واضح التعب. فالله المستعان ربنا يرزقنا ان شاء الله. احنا اصلا لينا كم يوم قاعدين نفطر احنا لين نزلنا نجي ناكل هنا، لكن لانه يعني الحمد لله اخيرا وصلنا المحل. بجد بعدين طعم مع الجامعه حركه انه لما نهضه يعني اقتنعنا تماما انه مستحيل تفضل. فانت بتفضي نفسك لطلعه بدها تطلع، لكن مش لما نبقى فاضي انا ما ممكن تمام الا تاجز ولا كده. ودون رايكم في نص اللحظه الحاجات اللي حبيتها شنو؟ الحاجات اللي شايفين ممكن نوديكم لها زياده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لايك وسبسكرايب والحاجات المهمه دائما.